بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل امتحانات أولى وتانية هتكون موحدة؟ وهل كده التابلت انتهى؟ كل الأسئلة دي وأكتر هتكون خلال الفيديو، ولكن عايز أقول لكم إن رسميا اللي هيجيب تقدير عام أعلى من ضعيف يبقى هو كده اجتياز وناجح الترم الأول. وزارة التربية والتعليم قالت إن امتحانات أولى وتانية ثانوي ستعقد من خلال اختبارات متعددة وليست موحدة، يبقى الامتحانات عندكم مش هتبقى موحدة على مستوى الجمهورية. وقالت إن الامتحان الموحد لن يطبق في صفوف النقل، ومن المقرر وضع أسئلة الامتحانات من خلال الإدارات التعليمية، كل مدرسة والإدارة التابعة ليها. ونظام الامتحان هيكون ورقي اللي هو البابل شيت، هيدولك ورقة في المدرسة فيها المفاهيم والقوانين الأساسية عشان تقدر تحل في الامتحان اللي الأسئلة بتاعته كلها هتكون اختيار من متعدد، والدرجات هي خاصة بالترم الثاني فقط، يعني مجموع السنة هيبقى الترم الثاني فقط. أما بالنسبة لاستخدام التابلت، هل هو كده انتهى؟ لا، التابلت ما انتهاش، ونظام الأسئلة هيبقى النظام الجديد، والتابلت هتستخدموه في المنصات التعليمية المختلفة. والسنة الجاية إن شاء الله لو الموضوع نجح مع ثالثة ثانوي امتحانات التابلت برضه هتمتحنه من خلال التابلت السنة الجديدة. بالنسبة للترم الأول، اي طالب المادة عنده ما ظهرتش في النتيجة هو كده اكتياز في المادة. طب بالنسبة للامتحان التكميلي، ده للطلاب اللي هم تغيبوا عن امتحانات الترم الاول، وطالما ان جالك تقدير عام اعلى من ضعيف الترم الاول يبقى انت كده ناجح والترم ده منتهي.